السلام عليكم. اذا غادي نحسبوا لا ليميت ديال جذر اكس كاري زائد اكس على اكس ناقص واحد اكس تنفيغ موان لانفين. اذا نبدا بالتعويض المباشر. اذا في التعويض المباشر غادي نحسبوا لا ليميت ديال اكس كاري بلس اكس. اذا لا ليميت ديال اكس كاري بلس اكس في موان لانفيني هذه عباره عن فونكسيون بولينوم. إذا لا ليميت ديال الحد الأكبر درجة اللي هو إكس كاري إذا بلوس أنفين لا ليميت ديال المقام ديال إكس ناقص واحد موان لانفيني. إذا موان لانفيني ناقص واحد هي موان لانفين. إذا فهاد الشي هذا غيعطيني بلوس أنفيني على موان لانفين. هذا كيتسمى فورم انديتيرميني، يعني ميمكنليش نحدد هاد النهاية هادي. إذا شنو غادي نديرو؟ فغادي نحاول نحيد لا فورم انديتيرميني. إذا ملي كيكون عندنا لانفيني فممكن نستعمل تقنية التعميل. إذا شنو غادي ندير؟ غنحاول نعمل بإكس في البسط وفي المقام باش من بعد نختزل بداك العدد. إذا لا ليميت، إذا باش يكون عندي اكس هنا خصني نعمل داخل الجذر باكس كاري. اذا اكس كاري اذا كيبقى لينا واحد زائد اكس على اكس كاري اي واحد على اكس بعد الاختزال، حيت حنا كنعملو باكس كاري زائد اكس. اذا نورمالمون ملي كنعمل بشي عدد اذا اكس كاري كيبقى واحد وهنا كيبقى لينا اكس على اكس كاري. إذا إكس على إكس كاري كيختزلو بإكس كيبقى واحد على إكس. إذا إكس موانزا ولا فين؟ إذا الجذر ديال أ بي هو الجذر ديال أ الجذر ديال بي، بحيث أو خصو يكون عددا موجبا. إذا الجذر ديال إكس كاري الجذر ديال واحد زائد واحد على إكس على إكس ناقص واحد. إذا الجذر ديال إكس كاري كيساوي لنا القيمة المطلقة ديال إكس. إكس تنفيغ موان لانفيني يعني كيساوي لنا يعني إكس عدد سالب، إذا غيعطيني ناقص إكس. إذا لا ليميت ديال ناقص إكس الجذر ديال واحد زائد واحد على إكس، وكذلك في البسط أو في المقام غادي نعمل بإكس. إذا إكس إذا كيبقى لنا ناقص واحد على إكس. دونك أون سامبليفي باغ إكس تيبقى لنا لا ليميت ديال ناقص واحد زائد واحد على إكس واحد ناقص واحد على إكس. إذا دابا عند التعويض واحد على الانفيني هي صفر، وكذلك واحد على الانفيني هي صفر. إذا في البسط يبقى لنا ناقص جذر واحد زائد صفر هي ناقص جذر واحد على واحد أي ناقص واحد. نديرو التعليل كلا ليميت ديال واحد على إكس موان الانفيني هي صفر، واحد على الانفيني دائما صفر.